اليوم في فقرة شعبنا العظيم باش نحكيو على علاقات الحب، أما مش نحكيو لا على القلوب لا على الشوكولاتة لا حتى شيء، باش نحكيو على الخيانة الزوجية. هذاك علاش سهيل الممثل متاعنا باش يمثل دور واحد كريم شوية، باش يمشي ياخذ زوز كادوات، واحد لمرته وواحد لصاحبته من فتاة. خلينا الكاميرا وهي تتصور ردة فعل الحرفاء. بربي سامحني، سامحني بربي، شوف لي هذيا ما خير، هذيا بوغ هذيا مرتي وهذيا لصاحبتي ما خير. Je pense que le parfum est le marque, le parfum classique floral. Aïe, aïe. Tu es pour une femme là. Bon, c'est le seul qui a été fait. C'est le seul. C'est pour ma femme, mais c'est pour ma copine. C'est un bon choix. Oui, c'est bon choix. Ça, c'est parfum sensuel. On doit faire un parfum qui est pas. Vous conseillez ça pour ma copine, ça c'est pour ma femme? Ça dépend. Ça dépend du show, ça dépend. Mais il y a un. Mais il y a un. Bon. Je ferai que ça pour ma femme et ça c'est pour ma copine. Elle est chelou. 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 كيف ما شفنا الحرفاء الكل مع تخذيه الحكايه بابتسامة، اما الفندوز هي معنا ممثله، وفما شكون مع تحاول انه يعاون سهيل شنو البارفان فلورال ولا سنسويل، اما احنا حابين نزيدوا نورطوهم على خاطر مرت سهيل تو باش تدخل الحانوت. كيسكو كونسيي شكون مرتي شكون صاحبتي هذه مرتي استعمل هوني. اهلا بيك، سافا شنحوالك؟ سافا سافا سام سافا هنا. لا هي ناخذ لك في بارفان. شو باش تاخذ لي؟ بون هذيا اللي كنتي، بون هذيا تاع الكليون. لا لا ما نخدمش هذيا تاع الكليون هذيا. لا لا هذيا اللي كنتي ولا سي بور لا دام، سي با بور موا لا. سي با بور موا داكوردو. هذيا بارك اللي كنتي، سا سي بور لا دام. بربي سامحني نسنى وما نكلم فيهم الخدمة، سامحني دقيقة. ألو وي وي. أهلا بيك. اسمعني نسيت الكارت نتاعي البارح، جيت قضيت العشية ما عادش كتذكرني. J'ai oublié ma carte au nom de Madame Triki. Hein? Je ton fille de Zouz qui m'a de parfum. Non, on peut respecter madame. Tu es avec madame? Oui, je vais te parfum. Tu as un parfum? عم زوز كيف كيف هذوما لينا زوزة اللي كان يحكي عليك انت مسكين خلي فم هذي متاعك ولا متاعو؟ انت سيد او جنبي ترجح اما هو حاب يعمل شانجمون عجبته هذيا كمشي خذهم الزوزة بلا هي بلي هذيك عطانا ما سالنا على رايي ما نعرفهاش مي هذي ننصحك بهذي هذي متاعك ولا متاعو؟ انا ما فهمت حتى شيء. نصحتو بها معناها خاطر نعرفها، هذيك ما نعرفهاش. يا اخي كمشي خذ لي دو بارفان. لا لا متاعي. ها متاعك؟ متاعي مازلت نسال فيها عليها. عندي لك؟ هذي متاعك ولا متاعو؟ معلش علي هو جاب الزوز قال تختار هذي ولا هذي، اما احلى للمدام، قلت له هذي للمدام. شكون تعمل انت كي جيت في بلاصتهم؟ الحياة الشخصية الحياة الشخصية لا ما نظنش كان التونسي عنده احترام للحالة الحرية جملة واحدة الحياة الشخصية نو 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 التونسي عنده ثقافة باش مدخلني الأكثرية فوالا أختار راسي وأختار باش تولي مش تابونيا وإحنا نسى في تونس عرعور وكان باش تشد رجلها بالكبشة الله لا يجعلنا جرة فوالا بلوتو الله لا يجعلنا جرة
سي شكري احنا فرحانين ياسر اللي انت معانا عايش شرفتنا في المحافل الدوليه هذيك علاش حابين نفرحوا بيك في فقره شعبنا العظيم فيديو من نوع خاص شنو رايك في انتقال شكري مبخوت لنادي الصد القطري؟ الله العظيم انا سؤال هذا ما جانيش على المضاق كما يقول ماريش العمار. طبعا شكون شكري؟ جوار هذا ما عرفتوش والله ما وين كان يلعب هذا والله ما عنديش فكره عليه جمله. باه يمشي يعطي فرصه للتوانسه باش يعرفوا التوانسه شنو هو غاديك هما لمحال معروفين التوانسه في قطر وان شاء الله بون شانس ان شاء الله نتمنوا له كل خير وكان انتقل ولا مشى الاحتراف علاش ليه دونك نتمنى كل تونسي كل خير ان شاء الله. والله ما عنديش على فكره شكري مبخوت بس صد القطري عنده برشا فلوس معناه نشكره على اللي عمله من اجل مستقبله حاجه باهي ونحكوا على البطوله التونسيه يكورش حتى في الصومون خير من البطوله التونسيه توا. ولا سي بون حاجه باهيه معناها شكري مبخوت ما جو كرو با سي ان اونترونور سي اون بلاغ نو. لا نعرف شكري مبخوت ما تاع كتاب الطلياني هكا ولا لا ما نعرفش نادي الصد القطري هذا بعد يعني حتى فكر. والله سمعت عليه شكري مبخوت هذا هو مؤلف يقول لي خذ جايزه ما عادش على ما اظن ولا هذاك اللي عند بالي معناها عند بالي اسي خذ جايزه معناها وفرحنا برشا كتوانسه من 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 ناحيه تحول قطر والله ما عندي حتى معلومه كمان عندك. ولا سي بون حاجه باهيه معناها Ha ha ha.